بسم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربنا يا رب الجنة والنار. نعود للآية الأولانية 61. وإذا قيل لهم تعالوا، يعني من نزوكم وقد مثل الأنبياء عليهم السلام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماذا؟ إلى جد، إلى ما أنزل الله، أي القرآن لا شك أنه نزل وبالقارئ الحق نزل، إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، لأنه هو القائد الذي عينه الله للثقلين، ومن تبعه بإحسان فهو من أهل الإسلام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يعني والله العظيم يغيظهم أن تكون في رسول، كانوا يعني يبغوا خاصة اليهود والمنافقين يبغوا كل من هو في ريحة إيمان، فما بالك برسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. إذا ما تسموش وما تخفي صدورهم أعظم، قربهم من الرسول عليه السلام، قربهم من القرآن، يدرسوه باش يطعنوا فيه. وأعطيني الكلاب المستشرقين يقول زيرو هيرو، كيف طعن فطعن، الله أعلم بعد هل استفاق وأصلح حاله مع الله، هذا يعود إلى الله. على ما يمناش وبعرف الشيطان كان ربي رحمه وخلص من القبضة التي لا فيها ما فيها رحمة ولا قلوب العامية شاذة. إلى وين؟ إلى بحر جهنم، نسأل الله السلامة.